نشوف يعني الروح الجميله ايه. يعني نهى بتقول برونز وخطوه كويسه، يعني باصين على الذهب. احنا كنا رايحين من احنا في المعسكر هنا في التمرين، احنا التارجت بتاعنا الذهب يعني، وادائنا والله في الملعب كل الناس كانت بتشهد بيه يعني، وكل الناس لما خرجنا قالوا لنا ان الموضوع يعني قرب قوي، وموضوع مساله وقت، ولان احنا كان معانا فرق كلها قويه اكتر من 70 دوله سمعت او 60 دوله حاجه كده. واحنا كان معانا في البوله اصلا اسبانيا، ودول اول العالم بقالهم كذا سنه، فان احنا ندخل معاهم في المنافسه وان هم يبقوا مش مصدقين نفسهم ان هم كسبوا، كانوا واقفين بيتنططوا، لان فعلا احنا كنا ادائنا في الملعب لا احسن، بس هي خطوات بقى ان شاء الله. برافو عليك، انا عاجبني الحماس وعاجبني الروح اللي انتوا بتتكلموا بيها. وخلي بالك انتوا خلاص الكاراتيه في النادي الاهلي، الناس كده بقى عايزه تشوف على طول بطل عالم، ابطال اولمبياد، إن شاء الله. يعني اتحطيتوا على يعني على مهمه صعبه ومسؤوليه صعبه. صح، اكيد اكيد طبعا اكيد. يعني دكتور مهند مجدي قبل كده، جيانا دلوقتي، يعني الموضوع بقى مسؤوليه صعبه. يعني انتوا حاسين ان خلاص، يعني انت بتقولي برونز ان شاء الله خطوه، يعني حاسه ان يعني لا نقدر. طبعا احنا كان والله كان علينا على الذهب، رغم ان احنا يعني في الكبار ما جبناش ولا ميداليه قبل كده في تاريخ الكاراتيه، بس كانت علينا على الذهب برضو، مش ان احنا نجيب ميداليه وخلاص برونز او فضه، كان نفسنا نجيب ذهب، وان شاء الله يعني دي بس خطوه للذهب باذن الله. انت قصدك على الكاتا؟ طبعا الكوميتيه جبنا قبل كده، انما الكاتا اول ميداليه في تاريخ في الانسات، يعني جبنا رجال قبل كده. هي الكاتا عامه منافسه اصعب، يعني هي تحكيميا بتبقى اصعب، كاداء في الملعب هي اصعب، عليها درجات صعوبه اكتر بكتير، فاحنا الميداليه اللي بتطلع في الكاتا بتبقى طالعه يعني بالمجهود الصخر يعني. وخلي بالك انت جبتي برضو انجاز تاني برضو، يعني انت جبتي خامس فردي، جبت لعبت خامس فردي، ده برضو صعب جدا. ودي اول مشاركه ليكي في بطوله عالم ولا تاني مشاركه؟ لا دي انا كنت هشارك في 2016 وكنا لعبنا التصفيات بس، وكنت اصغر لعيبه بقى كنت داخله، وكان لسه سني 17 سنه، وكسبت التصفيات وكنت طالعه بطوله العالم، بس حصل لي ظرف مرضي كده واضطريت ان انا يعني اقعد في البيت فتره. ودي لقطات من الاستعراض بتاعك؟ دي في الفردي. دي في الفردي ها؟ بالظبط. لجنه الحكام، طب انت ما بتخافيش من لجنه الحكام دي؟ يا جماعه ده بكام؟ 1 2 3 4 5 7 قاعدين مركزين معاكي في كل همسه. ما هو هي الكاتا صعوبتها في كده، ان فعلا لو الدماغ راحت لثانيه ده ما فيهاش، يعني احنا الكوميتي لو في ماتش انت خسران بتعوض، انما الكاتا ما فيهاش، انت بتنزل وبعد كده. بس احنا طبعا بنبقى واخدين تدريب وبنبقى لعبنا كذا بطوله. هي صعب ضغط يعني 14 عين بسبع حكام بيبصوا عليك، لو همسه غلط بالظبط. لا هي بطوله العالم كمان احساس تاني، احساس تاني، حاجه البوسات مختلفه كده. لا مش كبوسات، كجو نفسه مش زي البريمير ليجز يعني. لا ايه المختلف؟ طب كل واحد يقول لي رايه، يعني ايه المختلف؟ حاجه تانيه، تحس رهبه تانيه. دي بطوله السنه، احنا بنقعد طول السنه بنجهز للبطوله دي، فانت مجهودك كله وتعبك طول السنه انت بتطلعه في اليوم ده، فطبعا بيبقى في ضغط ان انا عايز اعمل نتيجه، عايز. انت بصي مفيش همسه ستابيليتي اعصاب، يعني حتى فردي الايد ما ينفعش تتهز بالظبط، الخطوات مدروسه، ما ينفعش تبص على رجلك وانت رايحه فين. لا ده مفيش، لو التركيز نفسه وعيني في عين الحكم. الاصعب بقى يا نهى انت وايه، ان انتوا لما تلعبوا مع بعض ده اصعب، يعني عليك التأمين ده نكون شخص واحد. نكون شخص واحد، معلش يعني ده سهل قوي، انما لما تبقوا شخصين وانا مش شايفك وانت مش شايفني وشوت بيه، ان يبقى الموفمنت مظبوط 100% لا صعب. احنا بنبقى ثلاثة في الملعب كمان. ثلاثة مش اثنين. بس احنا اثنين، احنا في الفريق اثنين من الاهلي. ايوه انا فاهم. بنبقى ثلاثة في الملعب. انتوا في الملعب ثلاثة. بالظبط. بس اثنين من الاهلي. فلازم نبقى شخص واحد بيلعب. انتوا صعبتوه عليا قوي كده كمان. يعني